اهلا بكم في حلقه جديده من امبيدد سيستمز توتوريال، سلسله الانظمه المدمجه والمايكرو كنترولر. اعداد المهندس كرول السفر. وفي حلقه النهارده هنكمل ال سي دي، وهناخد النهارده الفانكشن والكوماندز الخاصه بال سي دي، الدوال والاوامر الخاصه بيها، وهناخد في النهايه مشاريع صغيره عشان نفهم الموضوع بالتفصيل. خدنا في الحلقه السابقه ال سي دي بن اساينمنت، اللي هي توصيلات البن الخاصه بال سي دي مع المايكرو كنترولر. قلنا دي التوصيلات بتاعتها، يهمني ان في 6 بن خاصين بال سي دي هتوصلوا بالمايكرو كنترولر، تمام؟ اللي هم الار اس والانيبل والداتا بن اللي هي من دي 4 لدي 7. شرحنا الكلام ده بالتفصيل في الفيديو السابق. زي ما قلنا اهو، ادي ال سي دي عندنا، قلنا في 6 بن بس هم اللي هتوصلوا بالمايكرو كنترولر، ودي التوصيلات الباقيه الاساسيه. يهمني التوصيله دي عشان النهارده هنشتغل على البروتس. طبعا زي ما انتم شايفين ادي التوصيل على البروتس، انا موصلها، ادي الستة بن هتوصله بالمايكرو كنترولر هنا. النهارده هنشتغل على المايكرو سي، فبالتالي لازم ابقى فاهم في داله او في المكتبه الخاصه بالمايكرو سي هتعمل ازاي مع ال سي دي. قلنا لما هنشتغل على المايكرو سي يبقى انا هتعامل مع ان الصف الاول ده هيتكتب في البرمجه انه صف الاول، الصف الثاني هيتكتب في البرمجه انه الصف الثاني يتكتب رقم 2، ونفس النظام بالنسبه للصف الاول مقسم من عمود 1 ل 16. يبقى ده يعتبر عمود واحد هكتبه في البرمجه عمود واحد، ولو انا عايز اكتب عند العمود 16 هكتب 16 مباشره، مفيش اي تغيير في الارقام من ناحيه الروز والكولوم. قلنا ال سي دي دي عباره عن 2 في 16، 2 رو صفين في 16 كولوم. هروح لاول حاجه بعد ما احنا وصلنا الهاردوير عندنا مع المايكرو كنترولر، هروح للبرمجه عشان ابرمج في خطوات لازم اتبعها. ابقى عشان اعمل ال سي دي انيشاليزيشن في السوفت وير عندي، اول حاجه اعرفه ان البنات اللي انا وصلتها في الهاردوير هكتبها في البرمجه. هكتبها ازاي؟ ركز معايا، ال سي دي بن اوت سيتنجز اللي هي التوصيلات الخاصه بالال سي دي، بس هكتبها في البرمجه. اول حاجه هكتب اس بت. الاس بت ده تعريف المتغير، طبعا انا شرحته في الفيديوهات الخاصه بالفاريبلز. الاسم ده بيتكتب كابيتال زي ما هو مش بيتغير. هكتب LCD underscore RS، يعني البت الخاصة او البن الخاصة بالRS دي هتوصلها في المايكرو كنترولر ببن رقم كام. انا في المايكرو كنترولر هدي مثال وليكن هوصلها ببي 4، يبقى هقول كده ات، ولازم تتكتب ات. طول ما هتوصل مع بت بي 4 يبقى اكتب R بي 4 underscore بت. طب لو غيرتها خليتها سي 4 تكتب هنا R سي 4 underscore بت، تمام؟ ونفس النظام مع باقي البيتس. يبقى اقول له اس بت ال سي دي اندرسكور انيبل اللي هو البت الخاصه او البن الخاصه بالانيبل، اقول له ات، وتشوف انت عندك في الهاردوير هتوصلها كام. وليكن انا هوصلها على بن رقم 5 في المايكرو كنترولر، يبقى اكتبها ار بي 5 اندرسكور بت. ده خاصين بايه؟ بالبورت. اتفقنا ان البيتس دي خاصه بالبورت، تمام؟ اي بن في المايكرو كنترولر لازم اتعامل معاها عن طريق حاجتين، التريس والبورت. الكتابه الاولانيه دي خاصه بالبورت، اما الجزء الثاني لازم يبقى بالتريس. وزي ما قلنا دلوقتي ان ار بي 4 اندرسكور بت دي احد طرق كتابه البت في البرمجه. انا شرحت فيديو مستقل في بدايه السلسله على الموضوع ده، يعني ممكن اقول دي اشيلها هنا اكتب ايه بورت بي دوت بي 4، يعني بي 4 في بورت بي، كده بورت بي دوت اف 4. هي نفسها ممكن اكتب ار بي 4 اندرسكور بت. طب لو عايز اكتبها سي 4 يبقى بورت سي دوت بي 4، خلي بالك هنا تبقى سي، يعني بورت سي دوت بي 4 يعني بن او بت رقم 4. اكتب كده بورت سي دوت اف 4 يعني بت رقم 4 في بورت سي، او اكتب كده ار سي 4 ار سي 4 اندرسكور بت. يبقى ينفع كده اغير كل الرموز دي او الكتابات هنا بالكتابه دي او دي، تمام؟ طبعا ما تنساش 5، تكتب هنا 5 5، تمام؟ 5. نفس النظام مع الباقي. ده خاصين بالبورت. التعريف الثاني للبت واساسي لازم يبقى تريس. يبقى هكرر نفس الجمل اللي فوق. بص كده، ادي مين؟ ال سي دي اندرسكور ار اس، بس هنا تكتب دايركشن. هتقول لي غير في الاسم ده، الاسم ده ما يتغيرش، المكتبه معرفاه كده لازم يتكتب كده بنفس الشكل مفيش تغيير. طب هتقول لي يا باشمهندس احفظه، هقول لك لو مطالب بيه في الامتحان هتحفظه، لكن لو انت هاوي او بتتعلم انا هعرفك ازاي في نهايه الفيديو تجيبه من المايكرو سي ببساطه. يبقى اس بت LCD underscore RS underscore direction. direction يبقى بيحدده التريس، يبقى اقول ات تريس بي 4 underscore بت. يبقى انا بتعامل مع بت 4 او بي 4 في التريس بي، تمام؟ نفس النظام، ادي الار اس وادي الانيبل وادي دي 4 لدي 7. قلنا ان هما 6 بت، نفس ال 6 بت مقررين فوق اهو، او 6 بن زي ما انتم شايفين كده.
واجي بعد كده اقول له ايه، انت هتتعامل مع بن او بت بي 4 في تريس بي. خلي بالك في تريس بي المره دي، اعرفها ازاي؟ ممكن اقول تريس بي دوت بي 4 او تريس بي دوت اف 4 او تريس بي 4 اندرسكور بت. طب لو عايز اكتب دي اخليها سي 4 هنا، اكتبها ازاي؟ تريس بي يبقى غلط، بي تتكتب تريس سي عشان انا هتعامل مع تريس سي دوت بي 4. بي 4 دي معناها بي 4 في تريس سي او البت رقم 4 في تريس سي. خلي بالك الترتيب هنا بيبدا من زيرو في البيتس الخاصه بالريجستر. اقول له تريس سي دوت اف 4 او اقول له تريس سي 4 اندر سكور بت، ده اسم البت نفسه. ونفس النظام هيبقى مكرر معايا مع الست بت زي ما انتم شايفين كده. كل بت هتشوفها انت او كل بن هنا هتشوفها متواصله بانهي بت او انهي بن بالمايكرو كنترول. التعريفات دي اساسيه، يبقى ده اسمه ال سي دي موديول كونكشن، لازم يتكتبوا كده، ادي 6 وادي 6. وطبعا التعريفات دي بتبقى في بدايه البرنامج، في بدايه البرنامج ومعروف ان اس بت ده حاله او طريقه تعريف متغير، فبالتالي ممكن اطلق على الجزئيه دي عباره عن جلوبال فاريبلز يتم استخدامها داخل اي فانكشن. يبقى لازم قبل ما ابدا البرنامج طول ما انا عارف عندي ال سي دي هستخدمها في البرمجه وفي الهاردوير في المشروع بتاعي، لازم التعريفات دي تتكتب في الاول قبل ما اقول بسم الله في البرنامج، لازم دي تتكتب. طب البنز دي اه ممكن تتغير بناء على تغير الهاردوير، زي ما انت موصل في الهاردوير بتكتبها في البرنامج، زي ما انت هتشوف كده اهو ار اس بي 4. طب الانيبل بكام؟ ببي 5. طيب الدي 4 بكام؟ اه ببي 0. ادي دي 4 هنا ببي 0. طيب دي 5 ببي 1، دي 5 ببي 1، دي 6 ببي 2، دي 7 ب 3، تمام؟ لو اتغيرت عن بورت بي حولت لبورت سي لازم تغير الرموز دي. شيل كل بي هنا حط سي، شيل كل بي هنا حط سي، وما تنساش الترتيب ده ممكن يتغير بناء على توصيلتك في الهاردوير. دي يعتبر ستيب واحد في ال LCD initialization، تمام؟ هروح ستيب اتنين، الجزء الاولاني ده انا لسه شارحه اللي هو بيتكتب في بدايه البرنامج. حلو، بعد ما انت بتكتب المتغيرات بتاعتك فوق كل حاجه بتروح ايه؟ بتكتب الكود بتاعك فين؟ في الفويد مين. يبقى الفويد مين بتاعتك اهي، بتفتح قوس بتروح كاتب جواها الكود. قبل ما تكتب الكود في امر اسمه LCD underscore init بين قوسين فاضيين، بعد كده سيمي كول. LCD underscore init او initialization قوسين فاضيين، ده بيعمل initialization لل LCD، معناها بياخد المتغيرات اللي انت عرفتها فوق يطابقها مع الهاردوير ويبتدي يجهز ال LCD للعمل، تمام؟ هنشوف الكلام ده في البرنامج. يبقى لازم الامر ده يتكتب، تمام؟ ده بيعمل initialization ازاي؟ ال LCD اهي، قبل ما انا اكتب الامر ده اول ما اكتبه واروح ابص عندي في الهاردوير او على البروتست، تلقى ال LCD نورت والكورسر بتاع ال LCD ظهر عليها كده، هو هيئ ال LCD للعمل. لو ظهرت ان ال LCD نورت والكورسر ظهر عليه بسبب الامر ده يبقى كده انت شغال صح. لو انت كاتب الامر ده وال LCD ما نورتش والكورسر ما ظهرش في البدايه خالص، يبقى كده فعلا في خطا عندك في توصيلات البنز، لازم تراجع كل حاجه صح. ده ستيب رقم كام؟ ستيب رقم 2. دي ستيب رقم 2 في الانيشاليزيشن. خلاص كده عملنا انيشاليزيشن، نتعرف على الاوامر عندي اللي انا عايز ابعت تكست لل LCD. عايز ابعت تكست يبقى عندي اربع اوامر. اول امر اسمه LCD underscore out بين قوسين هكتب هنا الرو مكان الصف اللي هتكتب فيه، مكان العمود التكست اللي عايز تبعته. مش فاهمين؟ تعال ناخد مثال ببساطه، بيقول لي ان انا عايز اكتب في الصف الاول في العمود الاول كلمه هلو. خلاص ركز معايا كده، ادي ال LCD في الاول، انا هكتب الامر ده يبقى LCD underscore out، ده بيبعت نص، جملة نصية. اول حاجة هنا بيتفتح قوسين، بيتكتب هنا رقم الصف، انا عايز اكتب في الصف الاول، قلنا دي عبارة عن صفين، يبقى عايز اكتب في الصف الاول. العمود الاول يبقى هنا بداية الكورسر في اول كاركتر في البداية، عايز اكتب كلمة هلو. كلمة هلو هتتكتب كنص، يبقى تتحط بين دبل كوتيشن، دبل كوتيشن يعني انت هتبعت جمله نصيه. طول ما هستخدم اوت يبقى اقدر ابعت اكتر من حرف، اكتر من حرف في المره الواحده. طب تعال كده بعد ما انا كتبت الامر ده، اه بص كلمه هلو ظهر تاني، تمام؟ طيب الكورسر بقي فين؟ واقف بعد اخر حرف، ادي علامه التعجب اهي، اخر حرف علامه التعجب الكورسر ظاهر بعده، ده بالنسبه لل LCD اوت. طب انا عايز اطبع كلمه وراها، يعني كلمه هلو دي دلوقتي اتطبعت، انا بعدها عايز اطبع مين؟ عايز اطبع كلمة تانية، انجينير مثلا. في طريقتين، يا اما مضطر ان انا اعد الحروف هنا اشوف دول كام حرف واظبط الامر ده ان هو يبعت كلمة انجينير المرة الجاية بس في المكان الجديد اللي هو مكان وقفة الكورسر عندي. مضطر ان انا اعد الحروف صح؟ لا، في طريقة احلى من كده، في حاجة اسمها LCD underscore out underscore CB current position او current cursor position، يعني اطبع الجملة الجاياك بداية الجملة اللي هتطبع تبقى بداية الكورسر، تمام؟ طيب اسمها LCD underscore out underscore، خلي بالك دي underscore بتتعمل بشيفت ناقص
شيفت ناقص، تمام؟ خلي بالك هنا كل حرف من كل كلمه كده كابيتال، بدايته كابيتال، لازم يتكتب هو كده. اي تغيير ممكن يديك اخطاء، ممكن المايكرو سي يقبلها او يديك فيها خطا، مفيش مشكله. ناخد امر عشان الموضوع يتضح. تعال كده، انا عايز اعرض على الشاشه كلمه انجينير فين مكان الكرسر ما واقف. طب تعال نروح من بدايه المثال اللي فات، هلو الكرسر واقف بعدها على طول. انا عايز اطبع كلمه انجينير مباشره بعد علامه التعجب دي مباشره هنا، يعني بقول له lcd underscore out underscore current position قوسين بين دبل كوتيشن كلمه انجينيرز على طول. تعال كده، بعد ما تكتب الامر ده في البرمجه ايه اللي يحصل؟ كلمه انجينير ظهرت هنا مباشره. ده بالنسبه لاوت. كلمه اوت يعني ببعت جمله نصيه، يعني اكتر من حرف، ممكن تبقى كلمه، ممكن تبقى جمله، ممكن تبقى اي كاركتر، تمام؟ ده بالنسبه لاوت. هل ممكن ابعت حرف واحد؟ ينفع ابعت حرف واحد. في امر اسمه lcd underscore car، car يعني كاركتر، هبعت حرف واحد. نفس الطريقه، يبقى هنا lcd underscore car هفتح قوسين، هنا اكتب الصف، هنا اكتب العمود، هنا هكتب الحرف اللي انا هبعته. ناخد مثال، انا عايز اكتب في الصف الثاني العمود الثالث حرف اي. خلي بالك هنا طول ما هكتب حرف يبقى بين سنجل كوت علامه تنصيص واحده. لو هتكتب كلمه بين علامتين تنصيص، وطول ما هو كار يعني كاركتر يبقى انا ابعت حرف واحد في المره، ما ينفعش ابعت حرفين. يعني ما ينفعش بين السنجل كوت دي اكتب اكتر من حرف، غلط، لازم حرف واحد، تمام؟ طيب تعال نشوف كده، قبل لما انا رحت بعد اعمل ايه؟ بص كده، الصف الثاني هنا بكتب الصف، يبقى الصف الثاني اهو. العمود الثالث، ايه العمود الثالث؟ يعني هيسيب اول كاركتر، اول عمود اهو. العمود الثاني هيسيبه، هيروح للعمود الثالث ويطبع فيه، بس الكلام ده فين؟ في الصف الثاني. يطبع ايه؟ حرف الاي. طب الكرسر يظهر فين؟ بعد الاي. الكرسر بيظهر بعد الاي، تمام؟ في امر ثاني، لو انا جيت هنا انت كاتب اي، بعد الاي مباشرة انا عايز اكتب حرف اي، يبقى مضطر اعد اقول 1 2 3، ده رقم 4، 4 اللي عايز اكتبه، يبقى اقول له في الصف الثاني العمود الرابع اطبع حرف اي. طب انا مضطر اعد كده واعرف دول كام حرف؟ لا، في امر تاني بيقول لك مكان مواقف الكرسر اطبع الحرف. ايه الامر ده؟ اسمه lcd underscore car underscore mean current position، بين قوسين ابعت الحرف اللي انت عايز تطبعه على طول. يلا كده ناخد مثال، انا عايز اطبع في الكرنت بوزيشن على المثال اللي فات حرف اي. تعال كده، ادي الحاله الاولانيه، ادي حرف اي زي ما انتم شايفين، الكرسر واقف هنا. لما اقول له بين قوسين سنجل كوت اي، خلي بالك سنجل كوت عشان هبعت حرف، وكار عشان هبعت حرف، هيطبع لي ايه دلوقتي؟ هيطبع حرف الاي بس. تعال كده، بعد ما انا اكتب الامر حرف الاي اهو، تمام كده الموضوع سهل وبسيط جدا. طب انت يا باشمهندس شغال تقول لي بتبعت كاركتر، كاركتر او ارقام كنص بين دبل كوتيشن او سنجل كوت. طب الفكره كلها لو انا عايز ابعت اوامر، في اوامر. تعال نشوف الاوامر، lcd underscore command عندي اللي هو الكوماند فانكشن. طب يلا كده، يبقى اكتبه ازاي لو انا عايز ابعت امر؟ ايه هي الاوامر؟ الشاشه عليها كلمات او حروف عايز امسحها، عايز اعمل شيفت ليفت للكلام او شيفت رايت للكلام، عايز اعمل اوقف الكورسر مثلا، ايه، اشغل الكورسر، افصل الكورسر، اخلي الكورسر يعمل بلينك، كلها دي اسمها اوامر. خلي بالك الداتا ان انا ببعتها على هيئه كاركترز زي ما انا شفت في الاوامر اللي فاتت، لكن كومان عندي معناها ان انا ببعت اوامر، داتا على هيئه اوامر. ناخد مثال، يبقى اكتب كده lcd underscore command، command يعني انا هبعت امر بين قوسين، هكتب كده underscore lcd underscore clear. خلي بالك هنا الكلام بيبقى كابيتال ولازم يتكتب بالصيغه دي، اي اختلاف فيها ممكن يديك ايرور على المايكرو سي، او ممكن يقبله وممكن يديك ايرور بناء على تصميم المكتبه عندك والفيرجن بتاع المايكرو سي. ركز معايا كده، انت كتبت ايه؟ امر هنا ده اسمه lcd clear، يعني امسح الشاشه. يعني بص كده، الشاشه دي عليها ايه؟ هلو انجينير واي اي تحت عليها كلام. لما اكتب الامر ده مباشره يعمل ايه الشاشه؟ بص كده يمسح ويرجع الكرسر، هنا الكرسر كان في نهايه الكلام، يرجع الكرسر لبدايه الشاشه. يبقى الامر ده بيمسح الشاشه ويرجع الكرسر لبدايه الشاشه. طيب اسمه ايه؟ lcd underscore command بين قوسين underscore lcd underscore clear، ده بيعمل مسح للشاشه، تمام؟ نروح لمثال تاني، مثال تاني لو انا عايز اعمل تيرن اوف للكرسر، مش الكرسر انت شايفه في الامثله اللي فاتت انا عايز اخفيه. يبقى lcd underscore command بين قوسين underscore lcd underscore cursor underscore off، الكرسر عندي هيبقى اوف. يبقى تعال كده، ادي الكرسر ظاهر اهو، لما انا كتبت الامر ده يحصل ايه؟ الكرسر يختفي، ما يبقاش موجود على الشاشه، يبقى اوف على طول دائما، الا ان انا اعيد ظهوره مره ثانيه، اخليه يظهر مره ثانيه، تمام؟ ايه الفانكشن الموجوده الخاصه بالكوماند في المايكرو سي؟ كتير جدا، زي مثلا بص كده، بكتب lcd underscore command، الكوماند عندي بين قوسين اكتب الاوامر اللي انا هقولها دي، underscore lcd underscore first underscore row، ده يخلي الكرسر يقف على اول صف، second row يقف على ثاني صف، ثيرد رو على ثالث صف، رابع صف،
LCD underscore clear، ده يعمل clear للشاشة، يمسح الشاشة كلها، أي حاجة على الشاشة يمسحها. LCD return home معناها إن الكورسر عندي لو كان في أي مكان بيرجعه لبداية الشاشة في أول كاركتر، تمام؟ بس مش بيأثر على الداتا، تمام؟ مش بيأثر على الداتا. كيرسر اوف، كيرسر عندي اوف معناها ان بيخلي الكيرسر بدل ما ظهر على الشاشه يخفي، تمام؟ الامر ده خلي بالك دايما الاوامر بتبقى بادئه باندرسكور هنا. نكمل مع بعض، في اندرلاين اون ده معناها يخلي الكيرسر عندي اون بس على هيئه اندرلاين، يعني بيبقى تحت الحرف، يبقى تحت الحرف نفسه، ما يبقاش بعد الحرف لا تحته. بلينك كيرسر اون ده بيعمل بلينكينج للكيرسر عندي، بمعنى ان هو يخليه يعمل فلاش، يظهر ويختفي في نفس التوقيت. موف كيرسر ليفت ده بيشفت الكيرسر ناحية الشمال، ده بيشفت الكيرسر ناحية اليمين، ده بيعمل للال سي دي تيرن اون، ده بيعمل تيرن اون للال سي دي نفسها، ده بيعمل تيرن اوف للال سي دي نفسها. لو انا عايز اعمل خلي الال سي دي نفسها بتعمل فلاش تنور وتطفي، يبقى اقول لها اون اوف، تدي فلاش كده تخلي الشاشة ايه تنور وتطفي. طب شيفت ليفت وشيفت رايت ده بيعمل شيفت ليفت يعني بيحرك الداتا اللي على الال سي دي ناحية الشمال، اما شيفت رايت بيحرك الداتا اللي على ال سي دي ناحيه اليمين. طبعا دي الاوامر الخاصه بالال سي دي، ما فيش غير، تمام؟ طبعا هنشرحهم بعد كده في فيديو مستقل بالتفصيل، وممكن نعملهم عملي كمان عشان تشوفوا كل حاجه بالتفصيل. نروح لنشوف المثال بتاعنا النهارده. المثال بتاعنا اهو، ادي ال سي دي زي ما انتم شايفين، دي التوصيلات الاساسيه يهمني السته بنز اللي وصله بالمايكرو كنترولر. نبدا مع بعض كده، الفي اس اس قلنا بتوصل بالارضي، ال VEE دي بتتوصل بالطرف اللي في النص بالمقاومة متغيرة، ال VDD ده بالخمسة فولت، معانا ال RS وال Enable ده للمايكرو كنترولر من دي 4 ل دي 7 بالمايكرو كنترولر، ال Read Write بوصلها بالأرض عشان بعمل رايت على ال LCD، معانا من دي 0 ل دي 3 هوصلها بالأرض عشان أنا هستخدم 4 بت مود عشان اوفر في البنز، خلاص؟ وطبعا المكتبة بتجبرني بكده. نروح بعد كده، دي التوصيل زي ما أنت شايف أهو، RS متوصلة بـ A2، الانيبل متوصله بايه واحد على الشمال هنا، من دي 4 لدي 7 متوصلين عندي من دي 4 لدي 7 على البورت دي. عندي سويتش هنا، السويتش عباره عن بول اب متوصل على بي 0، ده بيعمل ستارت. لو عايز اجيب ال سي دي على البروتوس بضغط على حرف البي اللي هنا ده، بعد كده بكتب كده ال سي دي، بيظهر لي انواع كتير زي ما انتم شايفين كده. طبعا اجي انزل تحت كده اهو، تلاقي دي ال ام 016L، دي عباره عن كاتب لك هنا ديسبلاي اهو 16 في 2 الفا نيوميريك ال سي دي، يعني كاركتر ال سي دي. في هنا ال ام 017 دي عباره عن 32 في 2 يعني صفين في 32، هنا ال ام 018 40 في 2 وهكذا. طبعا انت هتختار النوع المناسب، انا في المشروع بتاعي هختار ال ام 016L، دبل كليك عليها كده هنا وهلاقيها، دبل كليك هلاقيها نزلت فين؟ في الخلفية ورا. اقفل كده، بصي كده اهو ال ام 016 اللي هي ده، اللي هي النوع ده، ده عبارة عن 16 في 2. نعمل ستوب، هنعمل ستارت اهو، انا عملت ستارت، بص كده هيظهر على الشاشة ويلكم مايكرو كنترولر، تمام؟ طبعا انا مش مفعل الستارت دلوقتي، مش مفعل السويتش، هنفعله دلوقتي في البرمجة. بص معايا كده، هنيجي في بداية البرنامج، اول حاجة اعمل انيشياليزيشن لل سي دي زي ما انت شايف، لازم تتكتب الست اوامر دول، ادي الست الاوامر الخاصين بالبورت، ودي الست اوامر خاصين بتريس. بص كده الار اس عندك دي، طبعا دول هيتحفظوا ويتكتبوا كده، يبقى اس بت الاسم ال سي دي اندرسكور ار اس ات، بعد كده تكتب الرقم البت اللي انت هتوصل عليه، لا ما تنساش تكتب سيمي كولوم هنا. انت الار اس دي موصل على ايه؟ على A2. لو رحنا في الدايره ادي الار اس على A2، طب الانيبل على ايه؟ على A1، يبقى الار اس على A2 تمام، والانيبل على A1. خلي بالك اهو، قلت ار بتكتب بعد كده البورت اللي انت شغال عليه ورقم البن 1 اندرسكور بت. طب من دي 4 هنا لدي 7 ده بالال سي دي متوصل على بن دي 4 لدي 7 في بورت دي، تمام؟ خلي بالك البتس دول هيتكرروا تحت بس مع تريس، ادي A2 A1 دي 4 لدي 7 بس مع تريس A2 اندرسكور بت، تمام؟ وهنا بقول ال سي دي اندرسكور ار اس دايركشن، لان الدايركشن بيتحرك عن طريق تريس. دي التوصيلات الاساسيه اللي انا شرحتها في السلايد الاول الخاص بالباوربوينت. بعد ما انت خلصت التوصيلات الاساسيه، خلي بالك انا هستخدم A2 وA1، ومعروف بورت A وE بيشتغل انالوج، فلازم تخلي بالك من النقطه دي. طول ما انت هتستخدم بورت A وبورت A عندي اصلا انالوج، يبقى لازم اقول له اد كون 1 بيساوي 0x07 او 0x06، يعني ممكن اكتب دي 0x هنا 0x 06، اكتبها كده،
يبقى ادكون 1 يساوي 0x07 او 0x06، ده بيخلي بورت A كله ديجيتال انبوت اوت، بيخليه كله ديجيتال انبوت اوت، لازم يبقوا ديجيتال. طيب حلو يا باشمهندس، انت مش قلت لي عرفت البنات فوق؟ اروح اكتب ايه في البرنامج؟ ال سي دي انيشاليزيشن، ال سي دي ايه؟ انيشاليزيشن. لو انت ما كتبتوش ده هيحصل لك مشكله هنا، ركز معايا كده في الموضوع ده. بص كده اهو عشان اتاكد، انا هعمل كومنت لده. بص كده ال سي دي اهي، عملت لها كومنت اهو، انا سبت التوصيلات فوق بس ال سي دي انيشاليزيشن شلتها، عملت مين بيلت، نعمل ستوب ران. بص كده ادي مين ال سي دي منوره، دي منوره بسبب التغذيه، ملهاش علاقه بال هل الكورسر ظهر عليها، يبقى انت ما عملتلهاش انيشاليزيشن. تعالى ظهر الكورسر، بص كده يبقى انيت ده اهو فعلته خلاص، ال سي دي اندرسكور انيت بين قوسين، ده بيعمل انيشاليزيشن، بياخد البنات اللي فوق دي، البنات دي اللي انت عرفتها، بيدخلها المكتبه جوه ويطبقها مع الهاردوير عشان يبتدي يهيئ ال سي دي للعمل. نعمل بلت هنا بالوضع ده، انا سايب ال سي دي انيت اهو، نعمل ستوب ران اهو. بص كده كده الكورسر ظاهر اهو، شايفينه اهو كده، هي اتهيأت للعمل تمام. بعد التهيئه انت الكورسر ظاهر هنا، ممكن اخفيه، خلي بالك ممكن اخفيه. اخفيه ازاي؟ ابقى اجي هنا اقول له ال سي دي، ال سي دي كورسر اوف، شايفين الكورسر اخفيه. يبقى انا ممكن اجي اشيل دي، بص كده دايما انا بكتب ال سي دي اندرسكور كوماند بين قوسين اندرسكور ال سي دي اندرسكور كلير سيمي كولون، ده بيعمل كلير للشاشه. ليه؟ ممكن يبقى في كلام من قبل كده متخزن، لان خلي بالك ال سي دي فيها ريجستر جوه وفيها مايكرو بروسيسور بيحفظ الداتا، فعشان كده اضمن ان الشاشه فاضيه في البدايه، فانا عملت لها كلير في البدايه، عملت كلير اي حاجه عليها من قبل كده تتمسح. طيب الكورسر انت شايفه بيظهر يختفي صح؟ انا عايز اخفيه، شايف كده انا عايز اخفيه، فالامر ده بيعمل ايه؟ بيخفي الكورسر من على الشاشه، بيخفي الكورسر من على الشاشه. بص كده، بس انا اجي هنا كده اعمل كومنت لدي عشان ايه تشوف الوضع بيبقى ماشي ازاي. بيلت اهو، بص كده اتهيأت للعمل والكورسر اختفى اهو، الكورسر مش ظاهر تمام. انا عايز اطبع على الشاشه كلمه ويلكم في النص في اول صف، والكلمه المايكرو كنترولر تطبع في ثاني صف. يبقى اجي كده الامر اسمه ايه؟ انت هتطبع كلمه اسمها ويلكم بين ايه؟ دبل كوتيشن اهو، بص بين دبل كوتيشن زي ما انت شايف. هقول ال سي دي اندرسكور اوت، هنا ما فرقتش معايا كابيتال ولا سمول، انا عايز اطبع الكلمه في النص. اطبعها ازاي في النص؟ بص كده، هنا عباره عن 16 حرف، 16 حرف، انا عايز اطبع الكلمه في النص، الكلمه هطبعها في النص، اعد عدد حروف الكلمه اللي انا عايز اظهرها. يبقى عدد حروف الكلمه اللي انا عايز اظهرها ويلكم، ويلكم عدهم هتلاقيهم سبعه، سبع حروف. هما الصف الاول كام حرف ينفع اطبعه؟ 16 خلاص، 16. فانا عايز اسيب مسافه ناحيه الشمال قد اليمين تقريبا. يبقى هنا الكلمه هتبقى ويلكم، سبع حروف تبقى في المنتصف في اول صف، اول صف عباره عن 16 كاركتر، يبقى 7 ناقص 16 هيديني تقريبا 9، اقسمه على الاثنين تقريبا فيها يعني ممكن نقول ايه 4 و5 مثلا، او 5 و4، نخليها 4 على الشمال و5 ناحيه اليمين. يبقى هسيب اربع مسافات فاضيين ناحيه الشمال، يبقى اول حرف كلمه ويلكم هيتطبع فين؟ هيتطبع في العمود الخامس تمام. عشان كده اقول له في الصف الاول مع بدايه العمود الخامس، في العمود الخامس في البدايه اطبع كلمه ويلكم، يعني الدبليو دي تظهر فين؟ في العمود الخامس. طب الاي تظهر فين؟ في العمود السادس، وهكذا تمام. طيب دي كلمه ويلكم في الاول، تعال كده نعمل بيلت. هبص كده ادي ويلكم اهو، سبع حروف، هتلاقيها هنا ساب كام؟ ساب اربع حروف، اربعه او اربع مسافات. بعد كده ظهر الكلمه، بعد كده ساب تقريبا خمس مين؟ خمس مسافات، هتعد المسافات دي كلها هتلاقيهم 16 تمام. طيب حلو خالص كده، نروح نظهر كلمه مايكرو كنترولر هنا في الصف الثاني، هنعد حروف كلمه مايكرو كنترولر هنلاقيهم 15، ف 15 فانا هظهرها فين؟ مع بدايه مين؟ مع بدايه الصف الثاني. هروح كده كلمة مايكرو كنترولر هظهرها في الصف الثاني العمود الأول، أنا عايزها في الصف الثاني مع بداية العمود الأول، يعني في أول كاركتر عندي هظهر كلمة مايكرو كنترولر. كام حرف دول؟ 15 تمام؟ ركز معايا كده. طب أنت الصف الأول رحت ناحيته؟ لا، فعشان كده كلمة ويلكم هتبقى ظاهرة. أنا رحت للصف الثاني، خلي بالك في الـ LCD طول ما أنا كتبت الأمر هنا خاص بالصف الأول كتبت عرض عليه كلمة ويلكم، وانت ما جيتش في البرنامج تاني مسحتها ولا ما جيتش ناحيتها مش بتتمسح. قلنا ان ال سي دي بتخزن الكلمه مش بتمسح،
الا لو انت مسحتها بنفسك، يبقى الصف الاول انا ما جيتش ناحيته، فكلمه ويلكم هتبقى متخزنه. هروح للصف الثاني هيعرض كلمه مايكرو كنترولر، هتلقى هنا كام حرف؟ دول 15. هيجي رقم 16 على ال سي دي يبقى فاضي. بص كده، نعمل بيلت، نعمل ران. بص كده، ادي كلمه ويلكم في الصف الثاني. بص كده، بعد الار في حرف هنا، في عمود كمان ما فيهوش حاجه، فاضي. ليه؟ انا ما طبعتش عليه حاجه. طب ينفع شفت كلمه مايكرو كنترولر كده شفتها حرف كده؟ اه ينفع. ازاي؟ بص كده، تيجي هنا قبل كلمه مايكرو كنترولر ممكن تعمل مسافه. دي معناها ايه؟ معناها سيادتك انه هيسيب اول عمود او اول كاركتر فاضي ويبدا من العمود الثاني. هتقول لي طب ما انا اعملها هنا الثاني، او ممكن اعمل الثاني واشيل المسافه. يبقى هيبدا من العمود الثاني كلمه مايكرو كنترولر، او هنا تقول له العمود الاول. بس خلي بالك انا شغال في الصف الثاني. هنا قبل كلمه ام دي هسيب مسافه. تعمل نعمل بلت كده وادي ران. بص كده، ادي المسافه الفاضيه اللي انا عملتها، وادي كلمه مايكرو كنترولر كام حرف؟ 15، ومعايا مسافه فاضيه 16. طب انا لو شفت كمان ايه اللي هيحصل؟ يعني انا لو جيت هنا عملت مسافه كمان، تمام، بلت مع بعض. بص كده، حرف الار اختفى. ليه؟ عندك مسافتين وعندك ده 14 حرف، حرف الار ده رقم 17 فاختفى، ما ظهرش على ال سي دي، اتشفت بره ال سي دي كده، خلاص بره الشاشه، بره العرض، خلاص. فعشان كده الكلمه طلعت ناقصه. فعشان كده في العرض لازم تعرف عدد حروف الكلمه اللي هتظهرها كام، والال سي دي بتاعتك بتشيل كام في الصف. لو رجعنا تاني كده هنشيل المسافه دي، تشيل المسافه دي، تمام. طيب انت هتعرض كلمه ويلكم، ومباشره هعرض مايكرو كنترولر في الصف الثاني. طب انا هحط ديلي ما بينها، يعني انا هعرض كلمه ويلكم الاول، واحد ثانيه بعد كده هيعرض مايكرو كنترولر. تعال كده نشوف مع بعض. يبقى هو هيعرض ويلكم في الصف الاول، واحد ثانيه هيعرض مايكرو كنترولر في الصف الثاني. ستوب، ادي رن من جديد، ادي كلمه ويلكم واحد ثانيه. بص كده، مايكرو كنترولر اهي ظهرت، وانا طبعا شلت المسافه الاولانيه هنا، تمام كده. تعال كده نخلي المنظومه دي تشتغل الا مع الستارت. الستارت فين؟ على بي 4. يبقى هنا ده عباره عن الديفولت داخل واحد. يبقى اجي فوق كده بعد التعريفات عندي، اقول له هاش ديفاين متغير جديد اسمه ستارت. خلي بالك بورت بي دوت بي 0 دي ممكن اكتبها ايه؟ ار بي 0 اندر سكور بت، زي التعريفات اللي فوق، هي نفس التعريف، تمام. يبقى بي 0 بت هسميها بستارت. اجي اعرفها ايه؟ كانبوت، لان دي متوصل عليها سويتش، يبقى بقى اعرفها كانبوت هنا اهي، تريس بي دوت بي 0 يساوي 1. ممكن اعرفها ازاي التريس ده؟ ممكن التريس ده اكتبه كده. بص كده، التريس عندي بي 0 اندر سكور بت، زي التعريفات ال سي دي اللي فوق زي دي كده، عرفتها كانبوت. اجي هنا اول حاجه اعمل انيشاليزيشن لل سي دي. ما انساش ان بورت ايه هستخدمه كديجيتال، فلازم اعرفك احوله ديجيتال لان هو اصلا الديفولت عندي انالوج. فعملت انيشاليزيشن، عملت كلير، عملت كورسر اوف. بعد كده اقول له وايل الستارت عندي السويتش بيساوي 1 خليك واقف. ليه؟ لان الديفولت عندي الديفولت داخل 1. انا لما اضغط على السويتش يبدا تنفيذ البرنامج. اقول له طول ما انت داخل 1 داخل 1 يبقى كده ما يخشش البرنامج الا لما اضغط. طول ما انت بواحد خليك واقف، لما اضغط يبقى بزيرو يعني يروح ينفذ البرنامج. يبقى اقول له كده هنا طول هوايل، طول ما الستارت بواحد، طول معناها ان انا مش ضاغط، لان انا مش ضاغط معناها بواحد، خليك واقف في الحته دي، اعمل لوب هنا، اعمل لوب في الحته دي، خلاص ما تتحركش من هنا. هتحرك من امتى؟ لما الشرط ده يختل. الشرط ده يختل امتى؟ لما تضغط على السويتش. لما تضغط على السويتش يبقى دي الستارت مش هيبقى بواحد، هيبقى بزيرو، الشرط ده اختل، يطلع يروح ينفذ، ينزل تحت على البرنامج على طول، يعرض كلمة ويلكم، واحد ثانية يعرض كلمة مايكرو كنترولر. نعمل بلت هنا، ران. بصوا كده، أهو ال سي دي عمل لها انيشاليزيشن، بس مفيش حاجة ظاهرة. ليه؟ اضغط على ستارت الأول، أدي كلمة ويلكم، واحد ثانية، أدي مايكرو كنترولر، تمام كده؟ دي كانت الفكرة. أنا عايز الكلمة دي تعمل فلاش، تعمل فلاش عندي، يعني كلمة ويلكم تظهر واحد ثانية، بعد كده مايكرو كنترولر تظهر واحد ثانيه وهكذا. اعمل ايه؟ ركز معايا كده، اجي في الحته دي طول ما انت عايزها تعمل فلاش، الكلام يعمل فلاش، يبقى انا هعمل اند الاسلوب، يبقى هوايل مين؟ هوايل واحد. واجي تحت هنا اقفل هوايل واحد، يبقى ده الكود اللي هيتنفذ. يبقى اقول له في الصف الاول العمود الخامس اظهر كلمه ويلكم، ويلكم استنى واحد ثانيه اظهر مايكرو كنترولر، يرجع ثاني. طب ما عملتش فلاش صح؟ لا، ده انا بعد ما اعرض كلمه ويلكم استنى واحد ثانيه. بعد ما استنى واحد ثانيه اعمل ايه؟ اروح امسح الشاشه. يبقى اقول له كلير ال سي دي، تمام، ادي كوبي. اجي هنا بعد الواحد ثانيه اقول له امسح الشاشه، يعني اعرض كلمه ويلكم في الصف الاول لمده واحد ثانيه، وبعد كده اعمل كلير الشاشه. انزل تحت،
روح في الصف الثاني اطبع كلمة مايكرو كنترولر، تمام؟ ديلي واحد ثانية واعمل كلير للشاشة، يبقى ادي الكود بتاعي. بعد ما انا اضغط على ستارت هيحصل ايه؟ يطبع كلمة ويلكم في الصف مين؟ الاول. يستنى واحد ثانية يمسح الشاشة، يعني يمسح كلمة ويلكم. روح يطبع كلمة مايكرو كنترولر في الصف كام؟ الصف الثاني. يستنى واحد ثانية وروح ماسح الشاشة ويرجع تاني يكرر. خلاص نعمل بلت كده، بص كده ران، بص كده هيستنى من ستارت اهو. كلمة ويلكم واحد ثانية اهي، مايكرو كنترولر واحد ثانية، ويلكم مايكرو كنترولر، هتلقاه بيعمل فلاشنج للكلام كل واحد ثانية. طب لو انت عايز تصغر، ممكن نصغر الديلي شوية، بدل ما واحد ثانية مثلا نخليه مثلا 300 ملي طبعا، وهنا 300. تعال نعمل بلت كده نلقى الكلام بيعمل فلاش، ما ننساش ستارت اهو. بص كده ويلكم مايكرو كنترولر، تمام؟ شايفين اهو دي الفكره كلها. طبعا الاوامر اللي فوق دي والحاجات اللي انا شرحتها دي اللي هي البنات دي، لو انت عايز تعملها كوبي كده، لو انت عايز تعملها كوبي خلاص انا هبتدي احفظها. لا مش عايزك تحفظها، هتروح لهيلب بعد كده، هيلب يبقى هيلب هيلب، تمام؟ بعد كده مايكرو سي، تضغط على مايكرو سي برو فور بيك لايبراريز عندك، هتدور على حاجه اسمها ال سي دي لايبراري اهي هنا فوق اهي، اضغط عليها. بص كده هتنزل تحت، تمام؟ اهو دي الاوامر اللي انا شرحتها في الباوربوينت اهو، كلهم مفيش حاجه بره، اوكي؟ طيب لو انت هتبص على ده كله، ادي الكوماندز عندي اللي هي الاوامر اللي انا شرحتها، اللي انا قلت لك عليها في السلايدات. هتنزل تحت هديك مثال، شايف المثال ده اهو، في مثال وكمان شرح لك التوصيله. شايف الاطراف دي اهو، دول الخاصين بمين؟ دول اللي هم التوصيلات اهو في البرنامج. هتاخدهم كوبي هنا، بتاخدهم كوبي من هنا وتروح في البرنامج بتاعك اهو توصيلات، تروح حاططهم بيست. بص كده هنا انتر اهو بيست، بص كده بي 4 بي 5 بي 0 بي 1 بي 2 بي 3. تشوف انت في الهاردوير هتوصلها على الار اس على كام متغير، تشوف الانيبل هتوصلها على كام متغير، تمام؟ وما تنساش تغير تحت، اللي هتعمله فوق تعمله تحت. وطبعا لو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوا لنا نهايه التعليقات اسفل الفيديو. ما تنسوش طبعا السبسكرايب عشان تتابعونا دايما، واللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا.